أهلا وسهلا. Hi, how are you? What are you doing here? We're just scanning your passports to help with your registration. Okay, مش نحكي عربي عشان كل اللي حابين يكم. أحكي مصري بقى. Okay, فبنعمل سكان الباسبورات علشان نبلغ اليو ان ان انتم وصلتوا مصر بالسلامة ونساعد في الريجستريشن بتاع الأوتيلز. اوكي لما واحد يوصل يعني اي شخص يوصل المطار اول خطوه يعملها شنو؟ يجي هنا بنوصله هنا على هنا يعني اوكي على الداسك هنا عشان نهلت نفل الانفورميشن لليو ان ونبلغهم ان انت وصلت. اوكي اند ذن هاو تو جو تو هيز اوتر يعني ازاي ممكن يروح في بقى ترانسبورتيشن في ابلكيشن فور فري ولا يعني بلاش اكتا اسمه اكتا لما بنعرف اسم الاوتيل بتاع كل واحد مسافر نعرف اسم الاوتيل بيظهر لنا الزون بتاعته اند اتس بروفايدد وذ ا كولر يعني بنعرف اللون بتاعه الزون بتاعته بيعرف اللون بيطلع بره في اشرز زينا بره بيساعدوه يركب اي باص والباص بيوصله ستريت للاوتيل بتاعه في بلو لاين يلو لاين ريد لاين وعندكم فكره يعني ذا نمبر اوف باص افيلبل الباصز بتعدي every 7 to 8 minutes فطول الوقت هيلاقوا في باصز بتعدي من قدامهم هما بس الاشرز بلاش ما غير يدفع ولا حاجه and what about taxi you can use the taxi if you want يعني ده بيبقى التشويس بتاعهم هما لكن احنا we provide the free transportation للكوب attendees والتيم هنا available till till يعني 24 hours yes. يعني 12 hour shift يعني لا مش بس التيم هنا الفريق هنا yes 24 hours يعني انتم شغالين هنا طول اليوم 12 hour shift morning and 12 hour night yes وانتوا شكونكم يعني who are you we're graduates from Cairo okay yeah. يعني كلكم مصريين ولا في شباب من دول اخرى اوكي ويعني it's volunteer work it's what kind of some of us are volunteers and some of us are working اوكي في حاجه تحبوا تقولوها للناس اللي جايه شكرا ويلكم اند هاف ا نايس داي يلا مستنيينكم ثانك يو